وإلى مع الحياة تغير تاع المبادئ، باسكو العائلة واش دير تغرس فينا مبادئ، هذا خوك هذه اختك بلاكي هذا واش حبيت. وبعد مع وبعد مع الوقت المبادئ تتبدل، يولي كل واحد يحب يضرب روحه، يولي ومن بعد هنايا يجي الانسان اللي يكون سوي نفسيا ويكون خدم بزاف على روحه وعلى باله القيم تاعو لي فالور تاعو المبادئ تاعو ما يتزحزحش عليها. والانسان اللي ما عندوش يعني تكون مبادئه يعني مش واضحه ومش مفهومه بالنسبه ليه، طماع يعني اكثر اكزاكتومون، دونك راح يطيح في هذه الفخه وين انه انا نمسح كامل هذيك الاخوه على جال الماده. وايضا شفنا في من خلال اراء المواطنين، احنا الشائع بزاف يقولوا لي تفسد العلاقات يا المال يا النساء، يعني هذا ما يوقع على ما بيش ولا صحيح ولا لا. واش رايك انت يا استاذه؟ الوغ نعاود نولي لك النقطه اللي كنت نهضر فيها دوكا، المبادئ كل واحد واش هي الحاجه اللي اولويه بالنسبه ليه. دونك حنايا من المستحسن انه في اي علاقه نكون محدد ديجا واش هما الاولويات تاوعي واش هما انا مبادئي. قال مثلا في علاقتي مع اختي مثلا، بما انه الدراهم قادرين انا يفسدوا لي علاقتي مع اختي، نحط حدود من الاول. كي نحط دراهمي هنا ما نحبش واحد يمسهم، دونك بلا ما نلحق للمستوى هذاك تاع ندابز معاها علاش دنات لي لدراهمي، من الاول نحط حدود خصوص هذا المبدا اللي انا بالنسبه لي مهم. كاين الشركه وكاين النسوبيه ثاني، كاين بزاف ناس ما يحبوش يدخلوا شركاء مع اصدقائهم باش ما يخسروش العلاقه بيناتهم، وكاين اللي ما يحبش حتى انه يناسب من عند صديقه باش ما يفسدش العلاقه. نرجعوا للكلام اللي قال لك المراه والمال، يقول لك بزاف كاين النساء في عائله واسره بزاف تلام المراه، يقول لك هي تكون سبب في انها تصلح ولا تفسد العلاقه بين الاخ واخيه. يتسقم يتعود صح. من داك با فورسيمون لا ريسبونسابيليتي تكون على المسؤوليه تكون غير على عاتق هذيك المراه. من داك هذاك الشخص هو كانت عنده الاهليه تاع انه يفسد هذيك العلاقه ممكن يصيبها سبه برك. لكن الزوجه عندها تاثير اكيد، عندها تاثير بزاف لأنه كبير، كثير أكيد. شائع انه الرجل يعني ربي يجعل هذه الحياه مشاركة بين الرجل والمرأة، يستشيرها في كل أمور الحياة بما فيها علاقاته مع العائلة والأسرة نتاعو. المرأة اللي تكون صالحة لما تشوف أنه فيه خلل في العلاقة مع أهل الزوج من المفروض تتدخل وتحاول أنها تصلح صح؟ بالضبط أكيد، باسكو علاش راه يقعد معاها نهار طول، راه يتشارك معاها حياته، دونك أكيد المرأة عندها دور بزاف كبير من ناحية التوجيه. من هذا الباب فقط اللي ذكرنا أنه المرأة يعني أكيد تقدر تكون سبب. أكيد إيه أكيد، يعني راح توجهه راح توري له بعض الأشياء اللي هو ممكن ماهش يشوف فيها، ولكن يبقى أنه المسؤولية علينا احنا باش ما نكونوش نعتمدوا ديما على طرف ثاني. المرأة ما تعتمد على الراجل أنه هو اللي يوري لها، بس كل إنسان خصو هو يعلم روحه. بعد أكيد دوكا مثلا إيمان عندها مثلا مهارات احسن مني، دونك هنا هي راح توري لي احسن في البلاطو كومون سا سباس كيفاه يمشوا الامور. تجي مثلا للعياده عندي راح نوري لها احسن بعض الامور باسكو مجالي انا وتخصصي انا. نفس الشيء بالنسبه للحياه، الراجل راح يوري للمراه الاشياء اللي هي بالك تغاضت النظر عليهم ولا ما تعرفهمش ولا ما على بالهاش بهم، ونفس الشيء بالنسبه للمراه. ولكن في الاساس كامل الخدمه الكبيره كامل راهي علينا انا، خاطر انا دوكا نجي نقول لك لطفي المخده كي تكون هكا ولا كي تكون هكا معليش، ومن بعد انت اللي خصك تخدم على روحك تاع انه تتقبلها. فاهمه مسي المخده معوجه نكمل الحصه تاعي عادي. فهمتني؟